نعم. عزيزي الإنسان لازم يخلي عنده مقياس، إنه أنا لابد أحافظ على كرامتي كمؤمن، وبعد ذلك معاشرة الناس إذا ما كانت، إذا ما كان معاشرة الآخرين إذا ما كانت إلا على حساب الدين، فترك الناس أولى، ترك الناس أولى. كتاب الكفر المقدس عزيزي بعد ما واصل، احنا قلنا ان شاء الله بس يوصل ان شاء الله، شو اسمه الاسبوع القادم يوصل ونبين المشاكل الموجودة بي. انا طبعا عندي أدلة على المشاكل الموجودة بي، بس انا اريد النسخة توصل، لان هاي النسخة الجديدة. انا كان عندي النسخة القديمة، الان عندي صار راح تصير نسختين، النسخة الجديدة والقديمة، لانه القديمة طبعا هي ما بيها شيء جديد. انا شفتها ما بيها شيء، يعني ضايف لها كم كلمة لبعض القضايا عايدة وكذا، بعض القضايا معبرها من حتى يكبر الكتاب لا أكثر ولا أقل، ولكن هو ما ضايف أي شيء للكتاب، ونفس الأخطاء الموجودة في الكتاب نفسها موجودة، ما مغير بيش. شفت النسخة الحديثة يعني، وشفت النسخة القديمة. ما هي أفضل الطرق التوفيق في الدراسة؟ طاعة الله، طاعة الله، عليك بطاعة الله. نعم شيخنا، عندك مؤلفات؟ نعم عزيزي عندي، بس لكن ما مطبوعة، ادعي لي إن شاء الله أقدر أطبعها، أو يطبعونها الورثة، لأنه بالنتيجة ممكن أنا ما أطبعها. عليكم السلام ورحمة الله. عزيزي دخلت الحوزة، في أي سنة دخلت الحوزة المقدسة؟ هاي كلمة المقدسة ما الحوزة ترى مكان تعليم، ما بيشي مقدسة وما أدري شنو، هاي الكلمات ما يحتاج. الحوزة العلمية أنا دخلتها عام 96، يعني بالتاريخ الهجري 1417. يا الله يا أرحم الراحمين. يعني شنو خلق العالم بمحبة محمد وآل محمد؟ يعني شو ما فهمت. يا الله استغفر الله.